إسرائيل تحضر بشكل مكثف لتوجيه ضربة مباشرة للعنق الإيراني في ظل رغبة إيرانية للانتقام من عملية الاغتيال التي طالت إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية في الأيام القليلة الماضية. تفاصيل هذه المخططات الإسرائيلية أصبحت واضحة مما نشر من العديد من المصادر اليوم مثل نيوز 18 أو دايجي وولد أو حتى معاريف العبرية التي تحدثت بشكل واضح بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام باجتماع أو حضر أو عقد اجتماع مع كبار القادة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، رئاسة الأركان، الأمن، الاستخبارات، كجزء من مجموعة اجتماعات مكثفة يدرسون فيها توجيه هذه الضربة للعمق الإيراني. بتفاصيل أكثر، إنهم أولا يريدون التأكد بمعلومات استخبارية دقيقة من اللحظة الأولى التي تقرر فيها إيران بشكل دقيق بأنها فعلا ستنفذ الهجوم على إسرائيل. بمجرد حصولهم على هذه المعلومات في هذه الاجتماعات اتخذوا قرارا ودرسوا مسألة توجيه ضربة استباقية على العمق الإيراني، أي بمعنى آخر بأننا قبل أن نسمع عن بدء الهجوم الإيراني باتجاه إسرائيل من الممكن أن نستمع عن انفجارات أساسا في الداخل الإيراني عند انطلاق هذه الصواريخ والطائرات المسيرة. بالتالي الفكرة هنا ضربة استباقية سريعة على العمق الإيراني، الغرض منها بالدرجة الأساس هو إفشال هذا الهجوم المرتقب الإيراني على إسرائيل قدر الإمكان، كذلك جعل إيران أن تدفع الثمن باهظا في الداخل الإيراني وبشكل مباشر وعلى أراضي. والأمر الأساس والمهم هنا نقل الحرب إلى الداخل الإيراني بدلا من أن تقوم إسرائيل أو تنتظر إسرائيل الصواريخ والطائرات المسيرة وهي تصل إلى أراضيها في نهاية المطاف. هنالك الكثير من الأهداف التي ممكن إسرائيل في حقيقة الأمر أن توجه ضربة لها مباشرة واستباقية. على سبيل المثال الموانئ الإيرانية، هذه تعتبر واحدة من الأهداف المهمة، وقد أظهرت إسرائيل قدرتها على ضرب الموانئ في على سبيل المثال الحديدة مؤخرا باتجاه جماعة الحوثي عندما ضربوا المنشآت النفطية ومنشآت الطاقة الكهربائية وميناء الحديدة. ولماذا هذا يعتبر هدفا محتملا بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ هو بسبب أن هذه الموانئ تعمل على عمليات تصدير النفط الذي يعتبر مهربا وهو مخالفا للعقوبات الأمريكية، تبيعه إيران بكميات كبيرة للغاية وتحصل على أموال كثيرة متصاعدة بشكل كبير. هذه الأموال، هناك الكثير من الأرباح التي تحققها إيران من مبيعات النفط التي هي مفيدة للغاية لتطوير قدراتها النووية والتي تعتبر تهديدا بالنسبة لإسرائيل، وكذلك لتطوير قدراتها الصاروخية وحتى قدراتها على مستوى الطائرات المسيرة، على مستوى الصناعة وعلى مستوى التكنولوجيا. والأمر ليس مفيدا فقط لإيران، وإنما هذه المسألة كلما تقدمت كلما استفادت الفصائل في العراق وفي سوريا، حزب الله اللبناني، جماعة الحوثي وغيرها من الجماعات من هذه القدرات، بالإضافة إلى أن روسيا أيضا استفادت كثيرا وتستفيد كثيرا من هذا التقدم الإيراني على مستوى السلاح. وبالمقابل إيران تتحصل على الكثير من القدرات والإمكانيات التي تبحث عن الحصول عليها. على سبيل المثال في 48 ساعة الماضية مما نشر عن حصول إيران عن أنظمة مورمانسك بي أن الخاصة بعملية تشويش الاتصالات والجي بي اس، ونتحدث عن اتصالات ليست اتصالات مدنية فحسب، إنما الاتصالات العسكرية بين القوات البرية والقوات الجوية أو حتى بالأقمار الصناعية. بالتالي إيران استفادت كثيرا من هذه التحركات وهذه المبيعات النفطية. بالتالي إسرائيل من الممكن أن تكون إحدى أهدافها في الضربة الاستباقية أن تذهب لضرب الموانئ وضرب القدرة الاقتصادية الكبيرة الخاصة بالجانب الإيراني، وهذا هو الذي سيؤذي كل هذه المشاريع والتحركات التي نتحدث عنها. أيضا من الممكن للجانب الإسرائيلي أن يقوم باستهداف المنظومات الدفاعية التي تحمي المفاعلات النووية الرئيسية الخاصة بإيران، وتحدث هنا عن مفاعل ناتانز أو حتى مفاعل فوردو. لماذا؟ لأن التقديرات الإسرائيلية إيران ستقوم بهجوم كبير وغير مسبوق على إسرائيل، بالإضافة إلى أن هذا الهجوم لن يكون لساعة واحدة ولا لعدة ساعات ولا حتى ليوم واحد، بل أن التقديرات الإسرائيلية أن هذا الهجوم سيمتد على الأقل لمدة 3 أيام. بالتالي لإسرائيل أن تقوم بهجوم
سريع واستباقي وتضرب القدرات الدفاعية والرادارية التي تحمي المفاعلات النووية. فيها رسالة من قبل إسرائيل لإيران ببساطة: إن استمرت الهجمات لليوم التالي فإننا سنضرب المفاعل النووي في نهاية المطاف، وهذا هو الذي قد يدفع إيران ليس فقط للتوقف من هجماتها المباشرة على إسرائيل، بل ممكن أن تطلب الفصائل أن تتوقف من القيام بهذه الهجمات. كذلك من الممكن أن تقوم وأن تنفذ عمليات اغتيال على شخصيات مهمة، وشهدنا ما شهدناه من عملية اغتيال لإسماعيل هنية، فؤاد شكر، علماء نوويين في السابق في الداخل الإيراني، والأهم من ذلك ضرب من الممكن القواعد الصاروخية وقواعد الطائرات المسيرة التي تعتبر هي التهديد الرئيسي في الهجمات على إسرائيل. وهذه مسألة قد تكون محسوبة جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. لماذا؟ لأنها قامت بمثل هذه العمليات والضربات الاستباقية في السابق في عام 1967 عندما ضربت المطارات المصرية، وضربت كذلك المطارات في سوريا وغيرها من البلدان العربية بضربة استباقية مكنتها من الهيمنة على مستوى الجو، وفي نهاية المطاف سيطرت على سيناء بالكامل، الضفة الغربية، وأخذت أيضا مرتفعات الجولان في نهاية المطاف. بالتالي حققت الكثير من النجاح بسبب ضرباتها الاستباقية. لا ننسى الضربة التي جاءت على المفاعل النووي أيضا في سوريا، والمفاعل النووي العراقي دائما تستبق الأمور لتنتصر في نهاية المطاف في هذه المعركة. ولكن المشكلة المعلومات الاستخبارية هنا لتقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد أن تحقق هذه الضربة الاستباقية دون إزعاج الولايات المتحدة بالدرجة الأساس. وهذه المسألة من الممكن التحقق منها في العديد من العلامات. على سبيل المثال، بدأت إيران بفتح البوابات لصوامع الصواريخ بهذه الطريقة، هذا سيوضح وإشارة سريعة للغاية بأن إيران تستعد لإطلاق الصواريخ، قد تكون مرة واحدة وقد تكون على شكل موجات، وهذه واحدة من المؤشرات التي ممكن من ضبطها عن طريق الأقمار الصناعية أو حتى بشكل أدق من طائرات التجسس والاستخبار الإلكترونية. يوم أمس على سبيل المثال ظهرت طائرة KC-135 ستراتو تانكر المتخصصة بعملية تزويد الوقود فوق الخليج العربي باتجاه الأراضي الإيرانية لساعات طويلة، هي تحلق في هذه المنطقة. هذا يوضح أن هنالك طائرات استخبار إلكتروني أمريكية قد تكون من الـ RC-135 هي التي تقوم بعمليات الاستطلاع للعمق الإيراني، وما الذي تقوم به إيران من تحضيرات للهجوم. هذه مسألة مهمة للغاية. كذلك أن هنالك عناصر على الأرض، إن كانوا من CIA، MI6، الموساد الإسرائيلي أو غيرها من أجهزة الاستخبارات القادرة على معرفة إذا كان هنالك قرار أو استعداد، أو بعد نصف ساعة من الآن يكون الهجوم حاضرا هنا، إسرائيل من الممكن أن تندفع بسرعة وأن تضرب العمق الإيراني وتغير مجريات عملية الهجوم الذي تبحث عن تحقيقه إيران. والأهم من ذلك كذلك، واحدة من المؤشرات التي ستكون واضحة لنا جميعا إذا ما فعلا بدأت إيران بهذا الهجوم، هي الأجواء الإيرانية، الطيران المدني الموجود في الداخل الإيراني. تلاحظ هنا على سبيل المثال لوفت هانزا، الخطوط الجوية الدولية المهمة للغاية، الآن أعلنت بشكل رسمي اليوم عن تفاديها، ولن تحلق لا في الأجواء العراقية ولا في الأجواء الإيرانية، وذلك بسبب أن هنالك إشعارا قد صدر من إيران للطيارين بشكل عام، وقالت لهم بشكل واضح بأن إشارات GPS تعرضت أو ستتعرض للتشويش والعطل في عدد من المناطق المذكورة هنا. كما تلاحظون أبرز المناطق وأهمها بالنسبة لإيران هي شمال غرب إيران، غرب إيران، وجنوب غرب إيران، وكذلك المنطقة الجنوبية بالكامل. هذه المناطق ستعاني فيها إشارة GPS بشكل كبير، بالتالي هو ليس حظر جوي على الطيران في إيران، لا أبدا، هو فقط إشعار للطيارين بأن عليكم الانتباه، لأن إشارة GPS في هذه المنطقة عندما تدخلون لها لن تكون قادرا على رؤية GPS بشكل واضح، وسيظهر موقع GPS للطيار عندما يقود الطائرة، سيرى ببساطة بأنه في موقع مختلف، قد يرى نفسه في لبنان أو في أفغانستان أو غيرها بسبب التشويش العالي. وهذا هو الذي دفع لوفت هانزا والعديد من الخطوط أن تتفادى عملية التحليق في هذه المنطقة. كذلك أن عمليات التشويش التي تقوم بها إيران، هذا يوضح أن إيران وصلت إلى نقطة بأنها تبحث في حقيقة الأمر إلى القيام بالهجوم. هي تشوش في هذه المنطقة لأنها تريد الابتعاد أو محاولة المناورة عمليات الاستطلاع الكبيرة القادمة من الولايات المتحدة
أو بريطانيا لمعرفة متى ستكون ساعة الصفر من قبل الجانب الإيراني. وهذه هي نفس القضية التي قامت بها إيران في شهر أبريل من هذا العام عندما نفذت عملية الوعد الصادق. ها هي تشوش مرة أخرى في هذه المنطقة، لكنها تبقي الأمور غير واضحة، تريد الأمور أن تكون غير متوقعة أبدا. لكن هذا التشويش في هذه المناطق التي رأيناها هي تشوش على من؟ على 10 قواعد صاروخية موجودة من شمال غرب إيران إلى جنوب غرب إيران. ولاحظ هنا القواعد كما حددها مركز ألما تحديدا، تلاحظ هنا بأننا أمام قاعدتين صاروخية باتجاه تبريز، هذه هي المنطقة المهمة للغاية. كذلك ترى إلى غرب إيران أمام 3 قواعد صاروخية، أهم هذه القواعد هي كرمانشاه، وكذلك هنالك دسفول، وكذلك أن هنالك 5 قواعد موجودة هنا باتجاه شيراز، هذه أيضا قواعد أطلقت منها الصواريخ في عملية الوعد الصادق تحديدا. 10 قواعد بالإضافة إلى قاعدتين للخلف، أصفهان وكاشان، وهي قاعدة في كاشان للطائرات المسيرة تحديدا. وبالتالي هذه القواعد التي تشكل خطرا على إيران. وكما نلاحظ هنا أن أخطر هذه القواعد هي قاعدة كرمانشاه. لماذا؟ لأن المسافة التي هي ستضطر الصواريخ لقطعها للوصول إلى تل أبيب على سبيل المثال هي 1185 كيلومترا، بينما قاعدة تبريز على سبيل المثال هي تعتبر ثاني أخطر قاعدة على إسرائيل، لأنها ستقطع 1227 كيلومترا كي تصل إلى تل أبيب. وبعدها تتدرج طبعا وضعية هذه القواعد مثل 1265 على سبيل المثال لخرم أباد أو حتى دسفول. ولكن بالنسبة طبعا لقاعدة كرمانشاه أو حتى قاعدة تبريز، هذه هي أخطر القواعد. لماذا؟ لأن ليس فقط بسبب المسافات، وإنما هي ستحلق فوق الأجواء العراقية والسورية مباشرة إلى إسرائيل. لا تحدي سيادي بالنسبة لها إن كانت على مستوى العراق أو إن كانت على مستوى سوريا. ليست هنالك منظومات دفاعية، ليست هنالك الكثير من السيادة أيضا على المستوى السوري. بالتالي هذه أجواء متاحة بالنسبة للصواريخ، وأن العائق الوحيد ستكون هي الطائرات الحربية الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية أن تكون فوق الأجواء العراقية والسورية لكي تتصدى للصواريخ قبل وصولها إلى العمق الإسرائيلي. بينما القواعد الأخرى وهي خرم أباد على سبيل المثال ودسفول أو شيراز، هذه القواعد ستضطر المرور فوق دول ذات سيادة، دول لا علاقة لها بهذا الصراع لا من يمين ولا من يسار، لا هي لا علاقة لها نهائيا بهذه المعركة، لا مع إيران ولا مع إسرائيل. على سبيل المثال المملكة العربية السعودية بالنسبة للصواريخ التي تأتي من شيراز أو دسفول بهذه الطريقة باتجاه إسرائيل تعتبر مسألة سيادية، لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تقبل بأي صاروخ أو طائرة مسيرة أن تحلق فوق أجوائها، وبالتالي هي ستسقطها بغض النظر إن كان صاروخ قادمة من إسرائيل إلى إيران أو من إيران لإسرائيل. نفس الأمر بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، دولة ذات سيادة لا علاقة لها بهذا الصراع، وبالتالي مثل هذه القواعد وأطلاق الصواريخ لن تأتي بالمنفعة لتطبيق السيادة، هي ستسقط الصواريخ في نهاية المطاف. ولكن الواضح أن التركيز والخطر الذي تراه إسرائيل هي تبريز وكرمانشاه والقواعد بأكملها التي نتحدث عنها. لذلك إسرائيل هنا قد تضرب وقد تندفع إلى ضرب قواعد كرمانشاه، إن كانت بوابات الصوامع على سبيل المثال أو استخدام قنابل ثقيلة لضرب هذه القواعد لإضعافها وإبعاد إيران عن التفكير عن أي هجمات مستقبلية تضغط عليها، لأنها تخطط للسيطرة على غزة بالكامل والهجوم أيضا على جنوب لبنان. بالتالي هذه واحدة من الاحتمالات الحاضرة، وإسرائيل قد تكون مضطرة لضرب هذه القواعد فعلا، والضرب وتحقيق ضربة استباقية على العمق الإيراني. لماذا؟ لأن هنالك قصة أخطر تتحدث عنها الاستخبارات الإسرائيلية متعلقة في شمال إسرائيل وما هو قادم من جنوب لبنان أثناء الهجوم، وكذلك فيما هو قادم من الضفة الغربية. وتحدثت التفاصيل الخاصة بالاستخبارات الإسرائيلية وما نشر هنا من هذه المصادر هو أن إيران بمجرد ما تبدأ بإيصال صواريخها وطائراتها المسيرة إلى العمق الإسرائيلي، ويبدأ حزب الله اللبناني أيضا يساند بغطاء صاروخي كبير للغاية، وتبدأ منظومة القبة الحديدية تنشغل مع هذه الهجمات التي تتعرض لها، تحدثت هذه المصادر ببساطة بأن الفصائل الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية تخطط
تخطط هي وحزب الله اللبناني لتنفيذ مفاجأة وعملية أشبه بالسابع من أكتوبر من الضفة الغربية تحديدا، أن يكون هنالك اختراق كبير للمدن الإسرائيلية وتحديدا مدينة الشارون تحديدا في هذه المنطقة، لتحاول عملية الدخول السيطرة على المدينة، محاصرتها وضرب إسرائيل من الداخل في ظل هذا الغطاء الكبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. الأمر سيضطر وسيحرج إسرائيل بشكل كبير في هذه المواجهة، وكذلك حزب الله اللبناني من الممكن أن يتقدم ببساطة إلى الشمال الإسرائيلي، أو حتى أن يتجه إلى حيفا، أو أن يتجه إلى الجليل الأعلى، أو حتى تنفيذ عمليات بمشاركة الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في سوريا باتجاه الجولان. بالتالي إسرائيل تحاول قدر الإمكان ورفعت حالة الإنذار باتجاه الضفة الغربية وباتجاه كذلك الشمال الإسرائيلي، تنتشر بشكل كبير ورفعت حالات الإنذار لمحاولة إبعاد هذا الخطر الذي ممكن أن تتعرض له بسبب هذه الهجمات ورغبة القيام بضربة في العمق. وبالتالي نشرت الكثير من قواتها حول الضفة الغربية وتنفذ عمليات أيضا في داخل الضفة الغربية، لأنها ترى أن هذا الأمر قادم وسيكون خطير للغاية. لذلك الأوساط الإسرائيلية وعدد من المفكرين الإسرائيليين بدأوا يتحدثوا بأن علينا الآن كإسرائيل أن نقوم بحرب استباقية، كما تحدث هذا المفكر هنا في التايمز أوف إسرائيل في تفكير، وهو ليس خبرا، يقول يجب أن نبدأ الآن بحرب استباقية ونضرب جميع الجبهات، لأن الوضع قد يكون خطيرا للغاية من الداخل قبل أن يكون من الخارج. وإسرائيل تتخذ إجراءات كثيرة على عمليات التشويش، تلاحظ هنا التشويش على سبيل المثال في هذا التاريخ بحسب الجي بي اس جامينج في 29 يوليو، تلاحظ على سبيل المثال هنالك تشويش هنا باللون الأصفر والأخضر، تلاحظ هنا أيضا نوع من التشويش بالأصفر أي من الدرجة الثانية وليس باللون الأحمر، تلاحظ هنا ليس هنالك شيء من عمليات التشويش في هذه المنطقة في العراق أو حتى في هذه المنطقة بهذا الاتجاه بين العراق وبين المملكة العربية السعودية، وتلاحظ هنا كيف تغيرت صورة التشويش وأصبحت حاضرة في كل مكان، أصبحت حاضرة في العراق من العراق إلى المملكة العربية السعودية غرب العراق كما نلاحظ، وكلها ارتفعت باللون الأحمر. وهنا نتحدث عن قبل يومين، الآن نسبة التشويش قد ازدادت بشكل أعلى إلى درجة أن المواطنين في قبرص قد اشتكوا تماما من عمليات التشويش العالية الجارية هنا، ويبدو أن الأمور قد اقتربت من ساعة الصفر، حيث أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثت المصادر بأنه قد وصل إلى غرفة العمليات العسكرية وبدأ يتابع الأوضاع لما ممكن أن يجري اليوم أو في الساعات القادمة. كذلك أن إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية قد وصل اليوم لإسرائيل، التقى بوزير الدفاع، التقى برئيس الأركان الإسرائيلي، وكذلك أن وزير الدفاع الإسرائيلي ذهب إلى مقر القيادة الرئيسية للطيران الحربي الإسرائيلي الذي سيقود الكثير من العمليات الدفاعية وممكن العمليات الاستباقية أيضا التي نتحدث عنها اليوم إلى العمق الإيراني في حسابات كبيرة لما ممكن أن يحدث في نهاية المطاف، في ظل أن الوول ستريت جورنال قامت بإرسال رسالة، مصادر إيرانية عبرت رسالة عبر الوول ستريت جورنال قالت بأنها لن تهتم، إيران لن تهتم إذا كان الانتقام لإسماعيل هنية سيؤدي إلى حرب إقليمية كبيرة، في ظل تصريحات الآن عاجلة قادمة من وزارة الخارجية الأمريكية. قبل أن نبدأ البرنامج الآن تتحدث من خلاله الخارجية بأن أي هجوم إيراني سيؤدي إلى تصعيد كبير للغاية في منطقة الشرق الأوسط.